يمشي مع البالون باش تلعب ما تلقاش واو كاين واحد لا سوي باسيون تلعب انت لا سوي باسيون. بالنسبه للفريق ديالنا حنا اللي تتكون واحد المجموعه شابه فتيه اللي الحمد لله نقطه القوه ديالنا هو محافظين على المجموعه اللي كانت تقريبا ذاك العام بواحد 90% ونضموا بعض العنصرات اللي التحقوا هذا العام بالفريق اللي حتى هما تيبلوا البلاء الحسن. ان شاء الله باذن الله كيف تنقولوا البطوله تتلعب مقابله بعد مقابله، واللي نقدر نقول انا هو الفرقه اول موسم عندها في القسم الممتاز لوبجيكتيف الاساسي الاول هو نثبتوا الاقدام ديالنا هذا العام هذا ان شاء الله باذن الله، ولما لا نمشيو لابعد مدى، والاهم هو ان شاء الله يكون عندنا هذا الفريق اللي مزيان واللي يمثل مدينه مراكش والجهه، وان شاء الله باذن الله اكيد بانه الفريق غادي يكون من الفرق اللي تتنافس ان شاء الله باذن الله. نادي الصد الرياضي المراكشي لحديث العهد هذه السنه الثالثه في ظرف سنتين تحقق صعود لقسم ممتاز، حضرنا ووجدنا الموسم ديال هاد السنه هادي اللي غادي يكون موسم شاق بالتنقلات اللي غادي يكونوا تابعينا بالديبلاسمون بالماتش اللي غادي يكونوا كثار شويه على السنه اللي فاتت في القسم الشرفي الاول، ولكن هذا ما تيعكش مدى الجاهزيه ديالنا تامه باش نوفروا لهاد البنيات جميع وسائل الظروف الملائمه باش يكونوا عند حسن الظن المحبين والمتتبعين ديال هذا النادي هذا باش يلعبوا هذه السنه كيف السنه اللي فات بحالنا بحال جميع الفرق نفس الحظوظ، راه الحظوظ متساويه حتى حنا غادي نلعبوا على ورقه الصعود للقسم الوطني الثاني، وحنا راه موجدين لهم جميع الوسائل كيف ما تتشوف اللوجيستيك الاطر في مستوى بنيات نفس الكثافه العدديه البشريه ديال هذه البنيات اللي كانت منذ سنتين هي اللي الان معنا السنه الثالثه على التوالي باستثناء اللاعبه سلمى البوزيدي اللي التحقت بصفوف النهضه البركانيه، اما جميع الفتيات راه هما ابناء النادي كي تنقولوا فتيات بنيات ديال هذا النادي، وكذلك استقطبنا على ما اظن جوج بنيات لاعبه هاجر القضيف من فينيكس واللاعبه حياه ايت تيقدرت من نادي الكوكب الرياضي المراكشي. حنا قادرين نواكبوا هذا المسار هذا ديال جميع الفرق رغم المعاناه اللي كان عانيو من ناحيه الماديه، ولا ما خفش قد واقيلا راه الفريق الوحيد اللي ما عندوش لي سبونسور اللي تيعاونوا هذاك الشيء. بالنسبه للصعود نتاعنا القسم الممتاز فكيبان لي فاحنا مستعدين باش ان شاء الله نقدموا واحد المستوى اللي مزيان ومحترم في البطوله، علاش لا نطلعوا للقسم الثاني؟ فاحنا طامحين ان شاء الله باذن الله وخدامين، فالعمل المتواصل كيبان لي هو المفتاح ولا السر نتاع باش ان شاء الله نطلعوا ونحققوا الصعود للقسم الثاني. الحمد لله الانسجام بيناتنا فسنتين وحنا مجموعين مع بعضياتنا كيبان لي اللاعبات اللي طافوا لنا هذا الاسبوع هذا، فبالعكس يعاونونا ويساعدونا باش نزيدوا نعطيو واحد المردوديه، وكيبان لي جايين بواحد الخطه نتاعهم فتعاوننا حتى حنايا وحتى حنا كما نعاونهم باش ان شاء الله نحقوا الصعود للقسم الثاني ان شاء الله. احنا العمل المتواصل والاجتهاد والصبر هو المفتاح باش اننا نحققوا اي حاجه، تيبان لي العمل اللي جات غيوصلني ان شاء الله باش انني نلعب ونمثل المنتخب الوطني، وعلاش لا نلعب مع فرق كبيره في المغرب، وعلاش لا ان شاء الله في الدوريات الاوروبيه باذن الله. المركز